جرف الصخر، أولا كم العوائل الشيعية التي هجرت منذ عام 2003 لحد عام 2014 أكثر من العوائل السنية، وكل الاحترام لكل عائلة عراقية سواء كانت سنية أو شيعية لم تعمد أو تذهب أو تتعاون مع الإرهاب. وأعتقد هنالك بيان صدر سواء من أبو علي العسكري أو من كتائب حزب الله أنه لا ضير بعودة كل العوائل اللي ما كانت سبب في عشعشة الإرهاب في هذه المنطقة، لكن هنالك رفض هذا الموضوع. أنا أعتقد مو بطرا، احنا دفعنا حقيقة آلاف الأرواح من أجل عودة الأمن واستتبابه. جرف الصخر لطالما شكلت مثلث موت لبابل وكربلاء والنجف وبغداد وحتى للأنبار، فبالتالي انه تجي وتفرط بكل سهوله بهذه المنطقه والله لاجل عين سياسي، هذا الموضوع اعتقد مرفوض. اكرر كتائب حزب الله ومن خلال بيان صريح انها تتعاون مع الحكومه العراقيه لعوده كل العوائل ايا كان انتمائها، الا يكون هنالك ملف امني مسلحه فهم حاضرين كل المناطق وانسحبوا.